ملك الصالات الحية. وبما ان النادي الاهلي هو ملك الصالات الحية، خلينا نطلع نشوف تقرير عن موسم اسطوري، 28 بطولة في كل الالعاب سواء كرة قدم او العاب اخرى. الحقيقة موسم للتاريخ في النادي الاهلي. في موسم اسطوري 28 كأسا جلبتها الفرق الرياضية للنادي الاهلي الى دولاب بطولات القلعة الحمراء، بعد التتويج بالبطولات المحلية والافريقية التي شاركت فيها جميع الفرق الرياضية على مستوى كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية للرجال والسيدات. ففي كرة القدم حقق الماردي الأحمر خماسية تاريخية، كما نجحت فرق القلعة الحمراء الرياضية باكتساح هذا الموسم بامتياز، وحصلت ألقاب 23 بطولة ليهيمن الماردي الأحمر على عرش البطولات لهذا الموسم، ليثبت مجددا بالفعل لا بالقول إن النادي الأهلي الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات، والذي نجح في أن يعتلي عرش ألقاب الألعاب الجماعية في مصر وإفريقيا، وواصل هيمنته على لقب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم برصيد 148 لقبا، إضافة لثلاث ميداليات برونزية لكأس العالم للأندية. موسم استثنائي، مكافأة للجمهور الكبير الوفي الذي يقف وراء جميع الفرق الرياضية، وللإدارة الحكيمة بقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلسها وجميع من ينتمي لكيان الأهلي على التفاني والتركيز في العمل الجاد.